جرب شبح الدلع دائما هذا كويس. الله باش اخلع الملعب بيهم ورينا. ما تحاولش تصدق بوش السلحوف دي والله ما تحاول. لا هو اسطر او صداش هدف يا باش. ده زناك يا باش زناك الملعب. اسد اسد ميسي جاش اسد. مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين حسب وقت تشوفونا فينا. ان شاء الله نلعب مع بعضينا لعب تبطل الكوره في الساعات. يا ريت اخواتي تسلموا لايك وتشتركوا في القناه وتعلموا زر الجرس وعملوا لايك عشان يا اخواتي تسووا لي فيديوهات اكثر واكثر. ارجع اتحدى فريد الشيخ يا اخواتي هو اسم كده تمام زي ما قلت لكم. شوف شلون خش مع بعضينا شوفوا مين هيغلب. لازم ان شاء الله نكسرهم. كده اخواتنا رتب فريقه نخش مع بعضيني ان شاء الله المباراه دي تكون دمار دمار دمار. نشوف اخواتي احنا ولا هم. طبعا احنا كل اتكلنا على عامر وزناك. نخش اخواتي مع بعضيني نشوف المباراه تحصل كيف ازاي. لازم نكسروه. انا متحمس قوي والله اخواتي. يلا حد بسيطة بس والبكرة طبعا غيرناها وجبنا ماوس جديدة وظبطنا الأداء فات. خلاص يا حاج يلا كن مع سناك يا خرب بيت الغباء. بس لأصحابك لا لا اوعى تكون أخذها منك. فين زناك؟ لا تعال وش الكلب انت؟ أخذها منك ازاي وش الكلب انت؟ لازم تاخذ من الكورة يا أستاذ زناك. ديله على وشه. شايفين البومة بتلعب غبي. أسد اسد 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 زناك. لازم نجمع الاخطاء كله. لازم تبقى بغل قد الدنيا وبس كده. سبيتي وكيتي شايفين قوة التحول بقى اللي هتحصل. شعرها ابيض كانه بصوا عاش 50 60 سنه في المستقبل. تمام والله. طبعا اخواتي اتخذت الكره من زناك بسبب مقاطعه تليفونيه غبيه. فبس برضه فريقنا احنا بحاول يجيب اوصل. تعال يا باشا. ندع الف كرشه في بطنه. فين زناك؟ فين شبح البط؟ يخرب بيتك. تمام تمام عندي يا غبي يا ابني. خش عليها يا حبيبتي خش عليها. ايوه جديد تمشى بالفاضل يا ابني. طب التحدي يا جدعان يا اسطى عامر. ايوه جديد حبيبي اسطى عمرك. خش 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 خش. بس يا زناك ولا ما تتاخد. فين يا صاحبي زناك؟ ايوه جديد. عاوز بغل برع. انا عاوز بغل برع وبغل بغل يا اخواتي. كسر المرمى. الله جرب شبح الدلع دائما هذا كويس. الله باش اخلع الملعب بيهم ورينا. ما تحاولش تصدق بوش السلحوف دي والله ما تحاول. لا هو اسطر او صداش هدف يا باش. ده زناك يا باش زناك الملعب. اسد اسد ميسي جاش اسد. اما باش لا اسد زناك عليكم كم بغل قد الدنيا. ايوه قريب ده الاستاذ زناك يا حبيبي يا حبيبي. ده زناك ايوه قريب تعالي. الله بحبك يلا الهدف ال ساتر يا رب ساتر يا رب. خد الكوره والله خدي قلب زناك على وشه. انا بغني وتلهيت. خش عليه ايوه قريب. بس برضه مردود لكم مرضى لكم شويه حيوانات. تعال يا زناك ما فيش غيرك انت ساعه تسدد. طلع بعيد هنزنقك بعد ما تخلص المباراه. خدي خدي خدها يا بهيمه خدي. اسحب عليها اسحب عليها. يلا يا زلمه قلبك جايبك اخوي. خلص اس 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 دي الدفاع برضو على كده تاني. اهو جمد قلبك خدي اسد يا اخوان. فينك فينك راحت مجمع طاقه عشان تديها له بوزو. يلا خليك بوزك لما نعوزك. اضرب يا اسطى. شايفين التحمل شايفين الكهرباء صراحة انا بعشق اللعب يا اخوان. الله يا باشا اخلع المرمى. ما تحاولش تصدها ابو خالو وحصل لك الظن اللي فات اللي حصل لك. بس شكله بيستخدم قوه يعني قوه خارقه. شايفين مستحيل او قوه الظلام برضه هدف. 2-0 ده طبعا هدف خرافي. شايفين يعني مخصص تكبرش عشان شكلها تخش فينا اهداف. يلا اسطى يلا يلا حبيبي خد منا الكوره. ايوه كده خد منا الكوره على طول.
شايفين؟ والله أسد، أسد بلعب. تمام تمام. بس يا هل سفروت؟ وين بس يا تانا؟ يخرب بيتك، خلت منك الكورة، ده أنت عارف أنا غلطان من دالك والله. يا صاحبي استعامر أسد عامر، أسد أسد. أسد. اوجه شوف قدرتي هايوسن ابرو الله امدو ديو سيب بريدو ورينا يا باش. يا نهار ابيض لو جيت هذا بصراحه بشكل لدغ خراف. كنا منو هاي هدف شوفوا. ايوه استور والله وقفت الخساره، كان نفسي جاده بصراحه. يلا لا خش خش خد مني الكرة يا جدعان، ولا بنلعب مع مين اصلا؟ انت اللي موديك في الدنيا يا صاحبي. ايوه خد مني الكرة على طول. شايفين الجبروت؟ الله والله عم وش كسرة. جمع طاقة. وين حاول نسدد ان شاء الله هدف. ان شاء الله هذا. تايوسن ابرو امدو. حاول اضرب ضربة مشتركة. ما ان شاء الله دادا. اكسر وشه في المرمى. اكسر وشه يا جدع بقول لك ما تصدهاش. وهدف يا 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 سلام. يا سلام على حالة الانبساط يا جدعان. والله كاني وصلنا جوه الملعب بصراحة. حاجة حلوة لما يكون فريقك غبي كده ومتفاهم. لا انت غبي مش انا بقول لك الفريق غبي. الله يزنقك انت مسكتها يا بنت اللي هتسد. يا حبيبي اه يلا حبيبي عايز تشيل بيه المرمى كله في الملعب خالص. دخل جوه الجوا والكره تكشف وشه. ورينا يا باشا قدرك. ما تحاولش تصد، ما تحاولش، ده زنقك ده بغل يا حبيبي ما بيتفهمش. انا قال لك يلا باش يلا حبيبي غيره غيره. يلا باش اخذ من الكوره. طبعا بدنا ناكل الكوره يا شباب، لازم ناخذ من الكوره على طول. وقع خلاص كسر وشي. وريني وريني جمع طاقه. حاول نسدده بهذا اللاعب. ياخذ منك الكورة، اوعى يكون ياخذ منك الكورة. شوفوا الوقت مين في لاعب يبغى مين الأقوى؟ البقاء للأقوى يا قاتل. أنا بخربط في الكلام عشان الموضوع صعب. شايفين؟ جبروت. هي بتبني المعبد دي ولا؟ والله خدت منها الكورة. شبح شبح شبح. يخرب بيت العيش. هما الاثنين وأنا واحد. شوف مين فينا يقدر ياخذ الكورة. الله عليك أسطورة. دي على وشي على وشك دي اكسر مناخيري. والله خلي الكرة كسر مناخيرهم هم الاثنين. اسد ذكر الباح. يخرب بيتك ده انت حصلت السلحفة يا جدع. عامر تسند نفسك اخوي. ده كويس ده غبي ده يسدد قدام مرة. روح يا اهبل روح يا اهبل. بس كسرني كسرني دي فيها كسرني. هنطلع راسه. يخرب بيتك يخرب بيتك. كنت انا عاوز نشيل المرمى بيه. بس خلص الماتش الاول يا اخواتي. يا رب يكون لحد الوقت الفيديو عجبكم عشان بصراحه الواحد متحمس. هو لي فتره ما كده انتوا عارفين يعني من القلب للودان. نستعد يا اخواتي على الماتش الثاني عشان ده في خربانه بيوت. فعل المقاطعة الأولانية اللي خلتني تصدمني، أنا فريق كيري كيري مترتب، خلاص خير مترتب، يلا استعد. مين فينا هيباص الأول هم، ماشي. فين باخذ الزناب بتاعنا؟ أيوة خش عليهم، ما تخش عليهم. خش خش أيوة أيوة أيوة، امسك الكرة مني على طول، ده كان هيسدد. ده فيها خربان بيوت لعامر. بس ما تقلقوش برضه عامر متربع سمن البلد باخذ. باصي. ما بصير شيبوب انا يمكن ماسك عامر.
يا اخ حرام والله. خذها 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 خذها. لا احنا لسه برضو عفاي. لو خذ منك بكره مش هدخلك الملعب ثاني. خلي زمانتك يحفلوا عليك. لا بس برضو ضبح لي عن شيء بين عليها شكلها جمور. دي بتتوه في المتاهه اللي بتعمل هذا. حنقص جمع طاقة. ويا حلاوة يا حلاوة. سدد يا باشي. وريني يا باشا القدرات. سوسا مايسترو. الله ايه دي طباخ ده ولا ايه؟ بس ماشي حاجة حلوة. ده بيعدي البيانو. الله الله شايفين كورة. يا سلام على الجرافيك والله. وتريز هناك بص هو قوي ماشي بس صراحة الجرافيك بتاعه مش حلو قوي. شايفين اللعيبة الثاني حاجة فخامة. ما تحاولش تصد. ما تهبطنيش يا جدع. ما تهبطنيش. هدفن يا بني هدفن. 5-0. احنا مسحنا بكرامية امهم الارض بصراحة. حقك يا باشا تنطط وشيبوب الورق ده اللي هو يسدد مرة. ايوه خش عليه. لازم تجيب الكرة لشيبوب انت عشان شيبوب انت عارفين عادي. امشي يا حبيبي. امشي يا سدد هو. ايوه اكسر وش امه. الكرة الكرة وتعالى خد منه الكرة. لازم تاخد منه الكرة. ولا انت ودي ولا بيسك ولا مش عارف كده دنيا. نعمل لها تحليل بعدين. كريس الكرة. كنا عايزين نشوف قدرتها بس يلا نرجع لها تاني. نهار ابيض وحدش قاعد قدام عند عامل انتو. لا صاحبي تلعبني الدهل والخروف اللي وراه كده. ايوه وريني يا باشا قدرة التحول عندك. كلكم شعركم بابيض. امال ايه مجال المستقبل ولا ايه؟ جاك من الموال يا ولد. الكورة هيسدد 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 هيسدد. لا مش هيسدد. لا لازم ناخد الكورة. هو عامل المرة دي ولا مرة صد يعني في المانش دي. ان شاء الله عشان احنا فايع يعني معانا فريق كتر خيره يعني. جمع طاقة. خلينا نسدد خلينا نسدد وسدد. اكسر وشه في المرمى. عاوز الكرة تمشي. تيركس الله تيركس يا اخواتي. ده تيركس هيمرغك يا حبيبي انت اللي واقف. ما تحاولش ايدك المشلوله دي. ما تحاولش. ايوه قلت لك ما تحاولش. 6-0. لا بص بصراحه انا خارق خارق. دارك انجل نو كيك اوف ده سياي سايكاي ديس. شافوا يلا خد منها الكرة. ايه ده خد الكرة طبعا. مية 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 مية. ايه ده اتخذ منها الكرة كي. ايوه كده يا اسد اسد وجبتني. خد اتخذ الكرة ماشي. ايه ده اسد عامر اسد عامر هو فيها ومش عارفين ناخد الكرة ليها. خد الكرة يا شباب. ايوه خد الكرة يا جدع. خد الكرة يا جدع. استعامر. ايوه كده شبح شبح يا قريبي شبح. حمريات استعامر. اوه يسدد. ربنا يستر انه شاف قريبي انه شاف قريبي. بدناك عاد نقول ما سدش ما سدش. الله بشكله حيدمر عامر. عامر عيب لو على اخر المباراه يخش في الهدف. اسند نفسك يا صاحبي. بقول لك جس بيبس برا. اسد عم. لا ده بغل يا اخواتي. ده ما يتوصاش. جيب لك جس بيبس. ايه ده عم يتوقف قدام مرمى الخبريه. ده البغل لازم يسدد مره. ده لا ما سددش لي فتره. سدد لازم انت تشيله. تعمل كيك توقف معاك ده. قدرات جباره. ممكن خلال ضربه مشتركه. شكرا الله في ضربه مشتركه تمام. ضربة مشتركة. وهي حتى انا عارف الهدف ده مش هيخش. ضربة مشتركة عم بتتعف الكورة. هي المفروض قوي. بتشوف ما تحاولش تصد يا حبيبي. انت المفروض اول ما تشوفنا جايين تسيب المرمى وتبعد. انا قلت لكم يا اخواتي ان هي الضربة المشتركة بتضعف اصلا الهدف. عشان البغل اللي بعد كده اللي بيهشم هو اللي تبقى قدرته هو. يعني قدرة زنك ده حسب الله. ايوه اكسر وشك دي يا جدع. اكسر وشي. لازم تاخد الكورة. لازم الكورة دي تبقى تبعنا احنا. ريهم ازوحهم يا تمام يا باشا.
تمام. جمع الراقة نهجم. شوف يا باشا القدرة والقوة، إن شاء الله ضايجي هدف. الله باشا حبيبي ابعد عن المرمى كذا مرة. أقول ابعد ابعد ابعد، هو لسه برضو إذا مسمى واقف مسمى واقف يا حبيبي ابعد. تسمع كلام يصدها الله يصدها الله صدها. أنا غلطان يا جدعان، فنزناك البغل بتاعني. ماشي خذ الكورة. والله كان على فكرة هيتدالة في وشه وتكسر وشي. جمع طاقة نسدد مرة بدي. شوف قدرتي يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع، ارحمني يا جدع. كسر اصلا في الارض مسمرة. خش عليها خش عليها خش عليها شباب يا شباب. زناك ايوه زناك، انت البغل اللي ما حدش يقدر عليك يا حبيبي. اسد يا فين هو دي؟ خليهم بصوا هالي. جمع طاقة ما حيزنقوك. انا غلطان بالدهاء لك اصلا والله. انت عاجز اصلا وانا غلطان بالدهاء. فين زناك؟ جمع طاقة بس يا رب نجمع ثلاثة قبل ما يجوا وسدد. نشوف لك تاني. ها الضرب يدخل هذا فلع. يلا باش وريهم قدرتك. شوف ده مسكين واقف حاول يصد. انت مش عارف بصراحة مسكين بصدق يا عم. ما تحاولش يا صاحبي ما تحاولش. شكيت على مسافة قريبة بصراحة اخوان. 7-0. اوه يوه 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 يوه. مباراة شرسة كانت شرسي. 7-0 والله عاوز نجيب لهم كزبوز بعد المباراة. كده ايه ده خلص الماتش ولا لسه؟ 7 خلص الماتش. يا زناب كهرب الملعب يا اخوي كهرب. كسر راجع على ظهر على طول. خسارة انتهى الماتش. كنت لسه جمع طاقة اهجم اخواتي. شايفين؟ طبعا احنا يا باشا الفايزين و 7-0. وطبعا اخواتي يكون فيديو طبعا النهارده يرد. طبعا كده اخواتي يكون فيديو النهارده خلص. طبعا يا رب اخواتي اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ودعمونا بلايك عشان اخواتي تستمر نشوف فيديوهات اكتر واكتر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.